غزه، تجرنا في حاصل وقاعدين في امان الله. تقتل اهلي ليش وهم نايمين؟ اطفال، انا الي من الفجر لهالقيت وانا بلف اشلاء اهلي. كلها هيتم قطع، مش عارف اتعرف على اهلي، بتعرف على من اصبع رجله، من اصبع ايده. العمليه العسكريه بعيده عن المكان اللي انقصف فيه اهلي يمكن حوالي 4-5 كيلو. ما لها دخل في العمليه العسكريه وما يطلع اي حدا منافق اسرائيلي او اعلام اسرائيلي يجي يحكي انه كانت عمليه عسكريه، انا بيني وبين عمليه عسكريه يمكن 4 كيلو. والحاصل اللي احنا فيه مالوش اي دخل، واحنا نازحين من الشمال، وناس في حالنا، تقصفني ليش؟ برر. برر لي والله الساعة 2 احنا نايمين في الليل الا سمعنا هالضرب شغال، ناس نايمة يعني لا إلا في الحرب ولا إلا في حاجة يعني، وطبوا قصف فيهم. الحمد لله بيجي 40-45 شهيد، كلهم أطفال، أكثريتهم أطفال. أطفال لسه ما شافوش الدنيا ولا طلعوا من الدنيا. الحمد لله يا رب العالمين. ايش بدنا نعمل؟ والله انولد قبل شهر ونص، واليوم ربنا راد واخذوا عزله، واهله كلهم، ابوه في العنايه المركزه سنك الاوروبي، وامه هيها متصابه في رجلها ومتصابه في يديها.